المفروض انه المركز المتكامل اللي ان شاء الله هيبقى موجود فيه دمياط بيخدم مناطق ايه؟ يعني جغرافيا طبعا بيتم تحويل الشخص اللي راغب في التعافي جغرافيا حسب المنطقة. المركز المتكامل في دمياط هيخدم دمياط بس والقرى التابعة ليها، ولا نطاق جغرافي اوسع او ابعد من كده؟ لا، احنا بنتكلم النهارده طبعا. خلينا نوضح الاول الحاجه اللي جات لانشاء هذا المركز، ان الخط الساخن للعلاج الادماني اللي هو 16023 المسؤول عن 023 تلقي المكالمات اللي تطلب خدمه العلاج من الادمان، تلقى حوالي 2000 مكالمه تطلب علاج الادمان في محافظه دمياط. فاحنا من خلال المركز ده هنبتدي ان احنا نساعد الناس اللي هي طالبه العلاج في نطاق هذه المحافظه. والمركز بالمناسبه هيخدم حوالي 3000 مريض سنويا. بس احنا مش هنتكلم على نطاق المحافظه بس، احنا هنتكلم على المحافظه والمحافظات كمان القريبه منها زي محافظه كفر الشيخ. طب طبعا المركز ده لسه ما اتعملش، فحضرتك بتقول تلقيته 2000 مكالمه لشخص راغب في التعافي، بالظبط. يعني توزعوا بالفعل في اماكن ولا بيتم العلاج بقى وهو في المنزل مع ممارسه حياته لا لا بشكل طبعا، طبيعي؟ تم توجيههم للخدمه العلاجيه في الحال. احنا بنوجه المريض سواء لو في حاجه قريبه منه داخل المحافظه، طبعا بيتم توجيهه من خلال الخط الساخن لعلاج الادمان. لما بيتصل بنعرف المكان اللي هو موجود فيه وبنعرف بيانات اخرى، وطبعا بناكد طول الوقت ان البيانات دي هتبقى في اطار السريه التامه، ما فيش اي كشف للهويه، وكمان في اطار المجانيه، وبنوجهه لاقرب مكان ليه سواء جوه المحافظه. لو ما فيش جوه المحافظه خلاص يبقى اقرب مكان ليه في المحافظه اللي يليها يعني. طب نتكلم بقى على التوزيع الجغرافي بقى للمراكز كلها، علشان الناس برضو اي حد بيتفرج علينا دلوقتي ولا قدر الله عنده حد قريب او هو نفسه بيفكر او عنده حد يعرفه في هذا الموضوع وعايز يلجأ ليكم، فين التوزيع الجغرافي للمراكز بتاعتكم على مستوى المحافظات؟ احنا عندنا على مستوى 17 محافظه عندنا 28 مركز، ده اللي موجود بالفعل حاليا. وان شاء الله في القريب العاجل هيتم افتتاح مركزين جداد، واحد في محافظه قنا واحد في محافظه الجيزه. ان شاء الله الصندوق بيطمح وبيستهدف تحت توجيهات معالي وزير التضامن الدكتور نيفين القباش ان شاء الله بحلول عام 2025 هيبقى في مركز لعلاج الادمان في كل محافظه في مصر. في يعني احنا بصدد ان شاء الله افتتاح مركزين جداد، واحد في قنا والتاني في الجيزه، ويتم انشاء كمان هل مركز احنا بتاع دمياط. يمكن حضراتكم دايما بتقولوا انه المتعافين انتوا بتدربوهم عشان يبقوا اصحاب حرفه، هل المركزين الجداد دول تم بمشاركه عدد من المتعافين سواء نجاره سباكه كهرباء من هذه المهن؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان اعمال النجاره اللي تمت في المركزين هي من الورش اللي موجوده في احد المراكز التابعه لنا في محافظه اخرى، وتم تجهيز الاوض كلها من سراير ومشغولات خشبيه على بايدي المتعافين. يعني احنا عندنا في بعض المراكز الاخرى بيكون فيها برضو متوفر فيها العلاج بالعمل، وبيكون في الورش اللي احنا بندرب فيها على اعمال ومهن حرفيه زي النجاره. معلش هتوقف عند مفهوم العلاج بالعمل. هو علاج بالعمل ولا عملية تأهيل فيما بعد العلاج علشان تضمنه أو التمكين الاقتصادي لعدم العودة؟ يعني الاتنين بيبقوا ماشيين مع بعض بالتوازي، العلاج والعمل، ولا بعد فترة العلاج بنبتدي فترة تأهيل؟ هو الاتنين متاحين وموجودين. يعني احنا هنتكلم على سواء داخل المستشفى والمريض بيتم علاجه وتأهيله للرجوع مرة ثانية للعالم الخارجي، احنا هنتكلم على علاج بالعمل عشان ده ليه فايدة كنوع من أنواع العلاج النفسي.